بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اهلا بكم في فيديو جديد في قناه سهى محمد فكر دقيقه هتغير حياتك لو انت اول مره تشوف القناه اطلب منك الاشتراك والتعليق واللايك وشير القناه وتفعيل الجرس واللي معانا يفعل الاشتراك يا جماعه يلغي لو تفعيل الجرس مقفول اه الغي الاشتراك وشاهد على الاقل دقيقه او دقيقتين من اي فيديو وبعد كده اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناه اه النهارده يا جماعه هتكلم في نقطتين هامين جدا على المستوى يعني شاغل المنطقه كلها وهو فيديو الاباحي وانا اسف ان انا بتكلم على الموضوع دوت الفيديو الاباحي اللي هو بتاع منى فاروق وشيما انا بتكلم عليه مش بباب ان انا اخد مشاهدات ولا اي حاجه بس انا الموضوع استفزني أوي على اليوتيوب ان كل من كل من حد موجود ملوش علاقه اصلا بال يعني محتوى القناه بتاعته بيدخل يتكلم في الموضوع ده بيفتي إيه سواء هو صح او غلط احنا مش في قانون بيحاسب دي او في ده ثانيا لكن في في قانون هو امام الله المفروض ان احنا نحترم انفسنا وان ديت حتى لو هم مدانين او هم مش مدانين انا مش مش انا اللي اقول هم مدانين او مش مدانين بس في ناس كتير انا شايفاها بتتكلم في الموضوع دوت وبت وبتسيء ليهم يا جماعة إيه اللي اديكوا حق إن انتوا تسيئوا ليهم حتى لو هم يعني عملوا فعل فاضح هو أولا هم قدام ربنا وقدام المحكمة وقدام القانون هم هم اللي هم اللي يحاسبوا وربنا أكتر أكتر من الكل يعني فإزاي يعني يبقى في ناس شفتها على اليوتيوب تكتب تعليق تكتب عنوان مثير عن الموضوع دوت فتدخل تشوف الموضوع يعني انا مش ب... م... مش دخلت انا في ك... أنا في مثلا عن ال... ال... الحاجات الجديده اللي حصلت في تطورات القضيه ادخل الاقي الفيديو واحده حاطه قهوه على ال... قهوه على ال... على عين البوتاجاز في فنجان وهو ده الفيديو ده انت استفدت ايه طب الناس كلها دخلت شتمت فيكي يا جماعه اعراض الناس مش لعبه حتى لو هو انسان مدان لو حتى انسان مدان يا جماعه افتكروا كلام كلمه واحده دين تدان واذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدره الله عليك وبعدين يا جماعه احنا ما نعرفش بكره يبقى فيه انا مش بقول ان احنا هنبقى في نفس هذا الموضع لا بس ما... حتى لو احنا تطرقنا لاي كلام او اي مواضيع المواضيع بترجع علينا بالعكس لان كل كلمه بتكتب علينا في رقيب وعتيد في الكلام اللي احنا بنقوله بيتكتب علينا لو انت قلت كلام حلو ربنا هيسر لك اللي, هيقول عليه الكلام الحلو لو انت قلت على فلان كلام وحش او غيبه او نميمه هتلاقي فلان او فلان تاني هي برضه هي هيسوق اليكي بنفس الكلام بنفس الكلام بنفس الموضوع مع اختلاف بقى الأدوار فيا جماعة اتقوا الله في أنفسكم قبل واتقوا الله إن في يوم إحنا ما نعرفش إيه اللي هيحصل بكرة إحنا مش هنعرف إيه اللي هيحصل بكرة وبعدين برضو دول لهم أهالي مهما كانوا اخطاء او ما اخطاوش انا ما عرفشي. فلازم نبعد عن المواضيع شويه ما نقولش نمشي مع المواضيع الترند ومش عارف ايه وانا اتكلم في الموضوع دوت عشان الم نسبه المشاهدة حتى ده حتى ربنا مش هيبارك في المشاهده دي يا جماعه هي يعني المشاهده بنفس الطريق ده مش هي مش هي مش هيبارك في المشاهده دي برضو يا جماعه في حته برضو موضوع اللي هو بتاع الـ 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 الست اللي هي كانت لقوا ابنها في عشر سنين حطها في أوضة وعشر سنين وعملوا من الحبة قبة وطلع ان الست اصلا ست غلبانة ومعهاش لقمة عيش عشها ولا قوت عشها وبتحافظ على ابنها من الناس وهم الحكومة مشكورة خدته بتعالجه و و و و وفضحتوا الست وبهدلتوا الست و وكل واحدة داخلة على اليوتيوب اللي تشتم في الست اللي تكتب اللي تكتب تعليق مسيء وهي اصلا ست غلبانة ليه يا جماعة ليه اتقوا الله في انفسكم شوية مش اي حاجة نمشي مع الموضوع مش اي حاجة نمشي مع المواضيع برضو اولا واخرا برضو انا بوجه رسالة لآيا كوكي سبعة وسبعين ربنا يشفيك ويعفو عنك يا رب لك الخير انا كنت انا عايزه ان انا اعمل لك فيديو بصراحه بس انا بصراحه يعني ما انا اكتفيت ان انا ادعو لك بظهر الغيب و اول انا متابعاكي من من اول حاجه ما كنتش اعرف اصلا كوكي اي كوكي آه كنت آه شفت اول فيديو ليكي تاثرت جدا 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 وبكيت وما بقولش الكلام ده علشان ان ان الم نسبه مشاهده ولا اي حاجه أه برضه اما عرفت ان انت رحت للدكتور هاني الناظر برضه متابعاك ال... اما رحت خرجت من عند الدكتور هاني الناظر ومنع عنك كل الكورتيزون و و لغايه الفيديو اللي انا شفته دلوقتي ان انت مستنيه ان انت تولدي في شهر ثلاثه ربنا يقومك بالسلامه ويصل لك الخير وتكون ان شاء الله بالف صحه والف سلامه أه انا قلت النهارده الفيديو ده هيبقى فيه حاجات مجمعه عن الحاجات اللي انا عايزه اقولها مش ضروري ان انا اعمل عن كل حاجه فيديو برضو يا جماعة في موضوع تاني معلش الفيديو ده هيبقى فيه حبة مواضيع كده بالنسبة للاشتراكات الناس اللي بتشترك يا جماعة اتقوا الله في أنفسكم قبل قبل تتقوا الله في فيا اتقوا الله انا اتقوا الله أمام انا أنفسكم أمام الله يا جماعة اللي يشترك ومش عايز يشترك ما يشتركش مش تشترك وتقوم تلغي الاشتراك او تقوم داخل تعمل اشتراك وما فيش مشاهدة فبالتالي ما يبقاش في في اشتراك ويتلغي الاشتراكات اللي يا جماعة الاشتراكات بتبان اللي يشترك عندي في جوجل كروم وانا هنزل لكم بالموضوع دوت في جوجل كروم تقوم ممكن تدخل من تحت المنتدى تجيب المشتركين اللي هم مشتركين عندك اصلا وهتلاقي من اللي اشترك عندك من اول القناه لغاية دلوقتي فيا جماعة بالله عليكم ما تبقوش احنا المواضيع مش هي مجرد قناة الموضوع مش مستاهل هو مجرد قناة ما يبقاش ان احنا بن... بنشترك وبنعمل المواضيع وتقول اشتركت وكاوة وتعملي سكرين بالاشتراك وفي الاخر اصلا انت مشتركتيش او تشترك وتوريني وبعد كده ت... تلغي الاشتراك او تكتبة وتدخلي تكتب وتدخل وتكتب الكومنت وانا ادخل اشتركلك واشاهدلك وانت ما استفدتي وما فليه فانا اتوقع يعني الحذر في الموضوع ده يا جماعة شوية مش, مش عشاني ده قدام ربنا في الاول وفي الاخر آآ معلش ان كنت اطلت عليكم يا جماعة وشكرا لكم يا رب لكم الخير يا رب و وكل لو حد عايز حاجة اللي انزله كنت انا قلت ان انا نزلت نزل المنتدى او حد عايز ان انا انزله فيديو على المنتدى ما فيش مشكلة كلنا نقف جنب بعض وربنا يصر... يصر لك لي الخير ما فيش مشكله يكتب لي بس تحت تحت التعليقات كلمه منتدى وانا هفهم وانزل له اي فيديو ويقول لي الفيديو اللي هو عايز ينزله وانا نزله على المنتدى ما فيش مشكله من عيني ويا ريت بلاش تعليقات محظوره يا جماعه لان التعليقات المحظوره بلاش لانها بتوقف القناه وبتعلق التعليق بتعلق الاشتراكات وبتعلق كل حاجه فبلاش التعليقات المحظوره بالله عليكم معلش انا كنت أطلت عليكم في في الفيديو دوت بس في حاجات اثارتني ما قدرتش ان انا ما اتكلمش فيها وفي نهايه الموضوع بتاع الفيديو النهارده يا رب يكون يعجبكم ما تنسوش اللايك برضو يا جماعه اللايك اهم حاجه عشان الفيديوهات تترفع يا جماعه ما تنسوش اللايك في نهايه موضوعي ربنا ييسر الخير واتمنى الموضوع يعجبكم والى لقاء جديد في فيديو جديد في قناه سواء محمد فكر دقيقه تغير حياتك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته واترككم في رعايه الله